نور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الوغ اليوم ان شاء الله نهار الحد، اليوم غادي نبارطاجي معكم النهار ديالي كيفاش غادي يدوز وفين غادي يدوز. اليوم اون جورني ديال لا بلاج، ما غاديش نوريكم شنو غادي ندي معايا ولا هكا، حقاش حنا كاينين في واحد الدار اللي حدا البحر، دوكو ما كاين ما غندي معايا، غادي نهبط لا بلاج ترانكيلمون. لابسه دابا باش غادي نعوم، ما عرفتش انا جيم با ترو لي بوركيني. الوغ جو مسوي دي عندها سي واحد لا شوميز لي عندي، كتشوميز زوينة بزاف وكتعجبني، هي اللي غادا نعوم بيها افيك دي تخوك بحال هكا. مهم اونسوكا غادا نبارطاجي معاكم كلشي. يلا فاش نوصل لبنات البحر هانتوما معايا. الوغ البنات، مازال ما عامتش، جيت خديت نظاتي عرفت فاش مشيت للبحر ما قديتش نحل عينيا، ديجا كان عندي انا عندي مشكل ديال الشوف، جونغ ناقص ليا الشوف شويه وصافي. المهم بغيت نوريكم لابوني ديالي، محتا نلقى شي واحد اللي غادي يصورني. لابسه اون شوميز اللي كتجي محلوله هنايا من الشوف وصافي. المهم هادشي باش انا حقات ما عنديش بوركيني، وحيت شفتو سامبلومون باقا ما لقيتش حاجه فريمون اللي غادا تعجبني. لي بوركيني اللي كاينين دابا ما عرفتش حاجه ما عجباتني اللي غنقدر نلبسها جونغاج، وكنفع انني نلبس شي حاجه بحال هكا. وكيف لا شوميز فريمون خفيفه خفيفه خفيفه، وماشي من لو جونغ اللي كتلصق مع الماء التوب ديالها بحال شكل ديال لي بوركيني وهكا، مي ماشي بوركيني. الوغ انا وريتكم لقطات، انا غنوريكم مازال لقطات في البحر وفي غنشوف شي واحد اللي غيقدر يصورني انا غادي نصور. Oh,
لا فيديو اليوم. المهم مشينا قبيله البحر جينا تبنتينا ما قدرتش نصور لكم واضح كيفاش غنوا ولا فاني كانت معنا خلاص ليتون ديال البحر كيكون شويه اوفر. المهم جست ابخي هبطنا لابيسين انا ما عمتش ما فوجيت من الوحاسه في دوش وتروكي هبطنا لابيسين ودابا ان شاء الله انا غدا في حالي حتى شو سامبلومون خدامه غدا مالي نطرق او عرفتي هذا الاحساس باش كتبقى فيا الحال شوفوا كامله تبرونتي ولا فريمون كحله كحله كحله. المهم كما قلت لكم واحد الاحساس اللي فريمون مش كامله مريضه لا ماكياج لا حتى شي حاجه مخليه لابو ديالي تسرح بقاش نص لا سمان ما كنديرش ماكياج مي كومون مع هاد لا شالور هادي. الو دابا غدا في حالي الدار انا دابا مازال لابسه الرحال نوصل ان شاء الله دابا الطريق غادي ندخل دورو دوكو ما نقدرش نصور والسيبور ديال التليفون اللي عندي في السيبور ديال التليفون اللي عندي في الطوموبيل ما عرفتش كانت معايا هنا مي الطوموبيل وحاولت ندير في التليفون ما بقاش خسر عندها التليفون ديالها شويه كبير قد يعني مي جو بونس لا ميثود اللي كان شويه ديال المشكل. الو غادا نوصل ان شاء الله بيان سور غادا نبارطاجي معكم كلشي غدا كنين غنبارطاجي معكم شنو غادا نوجد لغداتي جينيرالمون غادي ندير غير برجر حيتاش ما عنديش الوقت وهو اللي قلت لكم باللي الكفته عندي مقاده يعني غير كنجبد الكفته كنطيبها صافي كنلونسي بريباراسيون ديالي ها هو وجد. الو خليكم معايا حتى نوصل يلا اتوت البنات حتى بس ساليت خويت الساك ديالي دابا جا لو تور باش نخوي لا تروس ديالي هذه لا تروس كندير فيها داك لو تروك ديال السكين كير اي حاجه عندها علاقه بالعنايه بالبشره. انا غادي نشارك معكم نيت هنايا شنو كندي فيها. اول حاجه دونتيفريس سلاليه ديالي وهذا كان برومو شريته مهم ما زوينش هنايا البروس هذا هنايا ديماكيا هنايا لو جين نيتوايون ديالي ديال ديما ما ويلي تحل باقي لا عمر الدنيا كامله شوف هنا اي 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 كلشي عامر هذا ديال اللي كيجي مع ليكرون هذا كيدار ابخي ما كتعطيش الشمس وهكا ما كيخليش لابو ديالك تحرق هادشي كامل خصني فريمون نمسحو. هنايا اكزوميدين اونكا اخر جات شي حبوبه على غفله هنا دي كوتون تيج دي كوتون ديسك وهنا هذا دي ماكيون حتى هو ديال طولاريان كنديرو بعد المرات العينيه باش كيكونوا لي زيو شويه سانسيب وهنا البوم على ليفر ديالي ولا كريم ديال المي ديالي او كريم كونتور دي زيو. الوغ هادشي اللي كنهز معايا بوغ فوالا خاصني غن اي 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 كاع عمر خاصني غير نصف هادشي اللي كنهز معايا في لاتروس سينو لاتروس ديال لو كور ولا ديال الدوش هذيك خلاص فيها دي تروك نورمو شامبو وماسك وطراتي طراتا. هنا لاتروس ديالي ديال الماكياج هادي ستون تروس اللي كتجي مع دمينيزو هنايا فيها داكشي البازيك اللي كندير كل نهار هاد لاتروس هي ديما اللي كتكون عندي في الساك مي بيان سور كيكونوا شي حوايج منقوصين هذا البنات جو با زعما نعيش بلا بيه هذا شي حاجه اللي كتعتق بزاف ما تحتاجي لا عكر لا حتى شي حاجه. المهم هنايا دي تروك بازيك حتى ان شاء الله من بعد وغادا ندير لكم فيديو ديال وات ماي باغ ولا وات سكوا دون مون ساك ولا شي حاجه بحال هكا ولا ماذا يوجد في حقيبتي وغادي نتعرفوا ديتاي ديال هاد لاتروس. الوغ دابا كيما جيت لقيت فريمون كاينه غير بوحدي وخاصها تكونوا كتسمعوا القران مطلق. المهم دابا طارق القران وغادي نغونجي هادشي كامل شوفوا هذه هي ناموسيتي غنغونجي هادشي كامل كل حاجه غنرجعها لبلاصتها. هنايا كانت باقا عندي الروينه وهنايا هاد الناموسيه هادي غير خاويه كانت نورمالمون ديال اختي فريمون روينه هاد البيسي ديالي هنايا هاد الفك باش كنصلي هنا ليا صافي كنت هازاه. المهم فريمون عندي الروينه شوفوا هنايا هذاك بتيرينغ لايت. المهم انا غنحاول نجمع شويه لاشامبر وهانتوما معايا البنات دابا من بعد ما ساليت الجميع ديال لاشومبر وصليت توضيت وصليت ومهم درت كلشي ما غادا ناكل والو فريمون اليوم نقدر ناكل غير شي حاجه خفيفه دي فروي سيك ولا بانانا ولا شي حاجه بحال هكا مي ضروري 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 غادا ندير ان ماسك مع الصهد ديال البحر وهكا عرفتي لابو ديالي كنحسبها غادا تطبق وجهي سخون عليا بزاف وديك الحموضيه كامله غادا ترجع لك ولا باغ لا سويس انا ما عنديش فيها مشكل ما مشيت الا متحمله العواقب مي مهم. هنا بالنسبه للماسك هنايا تشوفوها غير ايديا فريمون كحالت
هنا بالنسبه للماكس كتبت شويه ديال الرمان مطحون، شويه ديال العرعر، وشويه ديال دانون مسوس. وهنا غيبان لكم داك لو ليكيد، هذا الماء ديال دانون، داك الماء المهم غادي نابليكيه على وجهي كامل ونسالي. غنوريكم شنو غادي ندير البنات. المهم هذا هو لو ماسك، هنا من بعد ما ابليكيته على وجهي فريمون البنات هذا لو ماسك زوين زوين بزاف. هنايا دات الدره ديال حياتي وصافي. ما غادا نوجد ليك باغي نبارطاجي معكم شنو غادا ندير الغدايا وكلشي. مي وصلت فريمون البنات عيانه عيانه والله العظيم. صليت المغرب جمعت مع جومبر وجدت الحوايج اللي غادا نلبس ان شاء الله غدا. وسخفت ودابا خدمت هنايا البيسي كما كتشوفوا. غادا نقاد شي حويجات اللي غادا نخدم بهم. عندي شي دي تروك ديال الخدمه اللي خاصني نوجدهم، عندي مونتاج اللي خاصني نخدم عليه، وكنتسنى شي اذن باش نصلي ان شاء الله. بقى شويه وغادا نعس. كنظن هنا غادا نسالي معكم لا فيديو، غادا نكلوشيغي معكم الفلوغ. غالبا هاد الفلوغ يقدر يجي صغير بزاف كما قلت لكم. سيتي ان ويكاند اونتر فامي، وبغيت بغيت نبروفيتي زعما منه لو ماكسيموم. ما بغيتش غير نبقى شاده كما قلت لكم بنات، ما بقيتش غير ما بغيت زعما نبقى غير شاده الكاميرا وما نستمتعش بوقتي وما نستغلش اي حاجه. الوغ فوالا، هنا غادا نسالي معكم لا فيديو، كنتمنى يكون عجبكم وكنضرب لكم موعد فيديو جديد ان شاء الله. يلا في امان الله.